عند السبورة. ايوه صح كذا، لازم اثنين يطلعون بس يعني حبيبي واحد بس يعني حكل بعد شوي. حاضر. لحظة لحظة، اللي على الطاولة عنده كروت حيسحب كرت من الكروت. اسمعوا ترى انا اشرح لكم، انا بشرح لكم. حلو المزاد؟ اي المزاد؟ وشو ابو عمر؟ لا مو بمزاد، واحد منكم يروح عند الكروت. حلو. حيشوف كرت واحد. حلو. زين؟ يلا فريق النمساوي. ايوه. وبعد ما يشوف الكرت الواحد اقول له النمساوي يتعطل شكله. اقول له يرسم في السبورة. ايوه. ايوه يشوف الكرت. ايوه ايوه شوف ويوصف الكلمه لك يا عبد الوهاب عشان ترسمها على السبوره. حلو حلو لعبتي. طبعا كيف يفوزونهم؟ كيف يحصلون على نقطه؟ اذا عبد الوهاب عرف الصوره ايش هي معناتها فزتوا. خلال كم الصوره ولا الصوره؟ الصوره الصوره او الرسمه يعني. ترسم لنا الرسمه اللي أيه. اللي هنشرح حبيب قلبي في خلال كم. عندك مشكله في الصاد والسيد؟ مين دقيقتين كثير يا شيخ. احنا في عصر السرعه اصفقهم بدقيقه خلاهم. يلا لا دقيقتين عشان تفكير تفكير. يلا دقيقتين. يلا ارسم عبد الله. واحد اثنين بالله حطوا الميقات على كف. واحد يعني اثنين كف. ساعد ساعد لحظه عبد الوهاب لين الوقت يشتغل. ترى احنا ناس عمليين. عبد الوهاب امسح ذي، امسح الشوشه اللي كاتبها ذي، امسح خرابيطك. حكيت الشوشه انت ما بتفكرنيش بقى، لا تذكرني بقى. ما تذكرنيش بقى الشوشه. نعم عشانك قلت بدل الوقت. يلا شوف يقول لك نزل تخفيضات بمناسبه الصيف، صار الوقت دقيقه. لا دقيقه قليل والله. راح اكلم النمسا، راح لفيينا وقل لهم يلا يلا انت غطى. يلا 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 عطونا. يلا يلا دقيقه. ها يلا يلا ارسم بدل الوقت. يلا ساعد ساعد ساعد. ايوه ساعد. هذا يلبس عليه شيء. يلبس عليه شيء. خاتم. لا ساعد. سواره. ها سواره غير سلسله. غير السلسله. ساعه. أيوة. ساعة. ايوه طيب وش الموضوع؟ وش الموضوع؟ الوقت كالسيف. لا 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 اللي قاعد ترسمه انت وش هو؟ وقت ساعة. ايوه ساعة 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 حائط ولا ساعة ساعة يد. ساعة يد. إجابة صحيحة. إجابة صح؟ نعم. ما قرب له هاني كثير عشان أول شيء. يقول إجابة صحيحة ونقطة. بسيم ساعة يد. بسيم الآن شكرا هنو في يعني هنو وش يسموه. شوف هنو وش رسمت لك. هذا القلب وش يسموه بالريح. ما ادري يعني عندنا امتحان صعب انا وياك والله. اتوقع ان شاء الله عانكم الله معاني. ادعوا ادعوا لاخوانكم. ادعوا لاخوانكم. ترسم ولا تشرح وش تفضل؟ براحتك انت حبيب. ايه لا انت اللي انت الكبير يا باشا، انت اللي تختار. انا ما احب ارسم صراحه. احب ارسم لان بس رسمي معفط كذا. يلا خلاص خلاص بسيم روح ارسم. يلا بسم الله. وانا حشوف الكرت. زين يلا يا بيسو. والله اني حاسس انتوا الاثنين انكم بيسو بيقول له الكلمه دي. اوه انا اللي بساعدك بعد. الله يعين ان شاء الله. في البتاع دي ما بتمسحش ولا ايه؟ انا لو بدهن الخيطه كان زمانها خلص. خلاص يا ترى ده وش تاني معجون ولا ماشي. شوف بسيم ترى خلال دقيقة واحدة لازم نعرف. زين عين. طيب نبدأ. يلا ارسم طريق شارع. يلا شارع. الله على الشارع. شوف كيف الشارع مسفلت تكفل زمعت. ها يلا كبير ومضاء في إضاءات. هذا ايش يا بسيم اللي رسمته؟ زين إضاءات. وفي نص الشارع في عمود كذا واقف يولع. يولع كذا ثلاث الوان. وش يصير؟ إضاءة. لا وش يسمونه؟ لا عود. عود نور. عود نور. ما انا مش انا اسف. لا ورق عنب يا اخوي. انا اشرح ليه ضدي؟ انا معاك انا معاك. شوف عشان الوقت في ثلاث الوان. كشاف. لا في الشارع عمود وفي ثلاث الوان. بس إشارة المرور. الله عليك يا شيخ. حلو يا بسيم. حلو يا بيسو. حلو يا بيسو. واو الحمد لله. انا بشكر كل الناس اللي ساعدتنا. تقول عود لمبات مدري. انا مش عارف اصلا عود لمبات. ما هو الشرح حد بيعرس في الشارع. انا مو بعود. كلامك كله وصلني على يقول عمود وثلاث لمبات. واضح اشاره مو بعود. والله من اول شيء وضحها. عود لمبات لو سمحت. شلون داخليه؟ لا تدخل الدوله. لا عم سامش حبيبي بالله. الفريق النمساوي راضي. اي نعم. اسالك بالنقطه ما تحسب. يقول هو رسمها هنا. شوف يقول بعد المرة ذي. زين لازم يرسم صح. لا هذا رسم. هذه إشارة مرور ذي ولا حلاوة مصاص؟ لا دي ده عمود النور عاد عمدان النور اللي في الطريق.
والله كنت انا بقى لسه هرسم وبعدين لما عرفت قلت خلاص ولا لازم ارسمها برضه؟ لا هو يقول لك لازم ترسم صح بس نقطه محسوبه. لا خلاص واحد واحد. لا 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 اخوي عبد الوهاب ايش فيك عشان ضيفنا وخلاص تم 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 خلاص يا بيسو تفضل تعود من الشيطان. انا سكت له. لا تعود من الشيطان يلا عبد الوهاب يا عم سامي خلاص. الان عبد الوهاب يقول وهاني يرسم. انا يلا ممتاز يا جماعه وش ده؟ شفت شفت تحس انت بتدن الحيطه صح صنفرها. اي والله طقس النمسا بارد فهم جايبين ادوات كذا مختلفه عن طقسنا هنا. ماشي ارسم فوق هنا. انا قاعد اختار اكثر من حاجه بحس ايه. لا مو على كيفك انت. ها واحده وبس والله اخذت هذه اول شيء خلاص خذها نشد خط اي فلمها انت. والله والله واحده بس والله هذيك يلا خلاص ما توقعتك كذا يا عبد الوهاب. يلا ايش ارسم؟ يلا انا اصعبها عليه ولا سهلها مع الوقت. انت ضده ليه؟ ما انت ضده بعض يا جماعه. احنا في الرياض كذا ترى احنا خايفين فريق النمساوي. خليك تنفس ما عاد تركز من خويك. الان ارسم حي. مين اللي يبعد لحظه؟ حي ايوه عبد الوهاب ابعد شوي لو سمحت. ابعد شوي بس كذا بس ايوه حي ها يلا ابدا الان مع الوقت كذا يا سلام. اي في اشياء كثيره الحي بيت هذا يا سلام في ايش؟ في ايش؟ في هذا في بيت ايوه ارسم ضبط ارتبه كذا ارتب البيت قصر ايوه مثلا ايش قصر مثلا البيت طيب كذا نحط له صار أيوة. يا سلام حديقة 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 منزل ايوه خيمة أيوة. بيت شعر هذا اسمه ايش؟ هذا اسمه بيت او له اسم ثاني كمان قصر لا اسم اقل فيلا لا انت شقة بالفصيح ممتاز شقة شقة البيت عبارة عن دار ينزلون فيه الناس دار ينزلون فيه الناس سكن ينزلون نزل فندق اي زي نزل فندق زي نزل فندق لا زي نزل, نزل. زي نزل بس حط الحرف بداية ميم خمس ثواني بزل منزل ها منزل 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 ايوه مكتوب بيت منزل مكتوب هنا هذا خزان خزان المويه لا بس بيت هذا خزان المويه يا شباب هو قال بيت هذا لحظة طبق والله قال بيت قناة المجد فريق النمساوي ترى انا بعت بعيد وترسم حي اقدر اقول ارسم هذا ها انت يا ثاني العله انت بيت هذا والله هو عامل الصيانه قاعد يصلح سكت طبق المجد عشان خرب على الناس اللي في المنزل لو سمحتوا يعني يتفرجون على برنامج المنزل والبيت واحد والله جوك خلاص بتمشي هنا كان عندهم ضيوف الانتاج الانتاج لو في نقاله شيلوا هاني يا شيخ والله والله قناع الحمد لله هاني شكرا لك تقلى فيني مشيت خلاص لازم تغيير يلا تفضل يا مدين مشيت هي نقطة لكم الحمد لله بسم الله لو سمحتوا من اللي وسخ السبورة يمسحها لا ارسم تحتها عذر البليد مسح السبورة القلم اليوم خذ الاسود جرب الاسود الله الله ايش رايك بمسحي يا بسيم؟ ايه؟ المسح حقي يعني ايش رايك بص بص يا حب قلبي ارسم تحت هنا ارسم تحت لا انا طويل وراح ارسم هنا بالله بيجيني مصعب ايه 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 اللي بالبتاع الصبور ايه اللي بوشك لا هنا خضره يلا توكلنا الله اللي. توكلنا الله خلص شوف يا حتى الزرع يا حتى الزرع مش مستاهل اسمع مني شوف يا حبيب قلبي وين الاسود يا هاني تقول قلم اسود والله اني اشتغلت كثير يا بسيم انت ما اشتغلت ولا شيء انا اللي اجيب القلم ولا اللي اجيب كروت يلا الموضوع سهل جدا شوف بسيم معك الكلمه وترى في دقيقه واحده في دقيقه واحده أيوة. في دقيقه واحده شوف اذا هي سهله جدا لا تكشف الموضوع بسرعه عشان ما ينظلونا لا تكشف إيه. والله احب كذا إيه. اتق الله ابدا ولا لك على ولا اجيب لك من الاخر روح اجيب لك من الاخر لا اديني المسهلات كذا يا مسهل يا مسهل لا يا بسيم إيه؟ هو اللي يعرف الكلمه مش انت من عارف تايمر شغال يا الحبيب يا باشا ماشي امس ماله قالوا لي تعالى كيف قالوا لي تعالى بالموبايل موبايل ايه رايك فيا بالله الله الله ايه رايك فيا شوف هذا موبايل اكتب رقم في كلمة مختلفة يقولون مش موبايل اللي هي عندك عندكم انتوا اسمه ايه؟ جوال يلا بينا نفسه 8 9 0 هو ايفون طبعا نزل حديثا في السوق واحنا نسوي له عرض الحمد لله ايش رايك في الصبر؟ صقر بمعنى صقر غير الكلام ما ايه؟ اقل ودل الموضوع انا لاحظت هاني عبد الوهاب ضيع وقت يا اخي سبحان الله ترى كنت اقدر اقول كذا بس انا قاعد الف من بعيد ما ابغى والله كان اقدر اقول الشباب الناس يسكنون وين؟ ارسم شكرا لا لا
اهم شيء ما تجيب نفس الكلمه. اي طبعا تعطيه دلالات الرسوم الرسمات. يلا يا عندي يلا عبد الرحمن. لا عندي سؤال قبل شوي لو قلت لهاني الناس يسكنون وين؟ قال لي بيت ورسم بيت خلاص صح؟ لا ها شلون قلت له نيه كوشي زي هذا الحين قال لك لا خلص كيف اتصل علي؟ لا بس بس مضيف انت وش نيه؟ والله نيتي ابغى بنجح الفقره. ارسم انا ارسم انت ارسم يا رب ان شاء الله انا ارسم انا خلاص يلا يلا ارسم بحر بحر ايوه يا اخي والله خطير حركات زمان ايوه بحر. ايش اللي على يسير على البحر؟ قارب ايوه سفينه لا يخت قارب دباب بحر حق الصيد يصيدون ناس يصيدون راكبين ايش؟ سمبوك ايوه ايش اسمه السمبوك باللغه ال هو سمبوك قارب سمبوك يخت قارب سمبوك هذه ناكلها في رمضان حلو لا حلو قارب صيد لا مش قارب قارب صيد مرادف لا تغشون ارسم ارسم طيب ذا اللي تقول انت ارسمه ايوه قارب شراعي شراعي ايوه ايش يسمونه هذا سفينه ايوه لا سفينه يخت قارب مركب بحري مركب المعد مصري ما شاء الله المعد مصري مركب المعد مصري هذا المعد مركب بالضبط احنا نسميه قارب يا الحبيب مصري ومبتعث حاليا في فيينا فما له داعي يعني الله كيف بالله الله يا بسيم ابدا مو نمساوي لا 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 هذا الدور لي اخر كرت واشرح لك مركب بحري دورنا الان صح؟ حلو تفضل معي بسيم بسم الله بسم الله بسم الله يا رب يا ساتر السلام عليكم صراحه انا يعجبني رسم بسيم يعني هذه نفس المركب والله العظيم ليه انا لو بغسل هدومي مش هتعب كده اي والله يا اخي انا رايح فين؟ طب حد يجي معايا يا جدعان في شويه تمر شويه اي اي جاهز اي حاجه ما في كده هذا جزء من العمليه التعليميه عندنا هنا ترى ما تدري انت شلون في انا ايدي وجعتني والله يلا شوف يا في جنب كرسي يلا بسم الله ولا اشتغل الوقت ببدا اشرح لك ولا عم سامي بسم الله الرحمن الرحيم يلا بدا انا عندي والله بدا الوقت الان يلا ايش تعرف من وسائل النقل يا بسيم يا سلام سياره حلو انت ارسم يلا هذه علامة شفرليه لو سمحت تخيل بالله هذه أنا بركبها بالله هذه رسمة حلوة حلو هذه إيش هذه سيارة الحين ولا حلو سيارة حلو الرسمة عبارة عن اكتب اسمها فين العجلات يا اكتب الكتابة أيوة العجلات بالإنجليزي برو تحت بالإنجليزي عشان الوقت ما زال متاح بالفرنساوي هنا بالفرنساوي ما هنا ده بالفرنساوي انا فرنساوي مش عربي مش انجليزي كار مش عربي كار بالفرنساوي بيقولوا كار ما هو مش ما ده الاغ ال 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 الار ده الار دي الار انا ماليش في الانجليزي انا كويس انا بتكلم عربي انا شفت عربي وانجليزي والاجابه صحيحه والله والله الله اكبر النتيجه عارف ثلاثه مين عارف ان انا اجواءنا انا في الثانويه العامه شلت عربي ثلاثه اثنين احنا اللي فايزين الله اكبر يا وسيم لان هاني غشش عبد الوهاب مين هذا اللجنه الشرعيه ترى يدرسون في ام القرى هذول كيف غشش عبد الوهاب واضحه يقول عندنا وعندنا في ايران جايبينهم يكشفون لا الموضوع والله واضح انهم يبون الضيف يفوز خلاص خلاص لا لا يا عمي اصلا حتى لو احنا بزنس حلو يا هاني لو سمحت خلاص 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 عم سير شيل معي عشان انا تفضل معي بس بسم الله السلام عليكم انا متنازل اصلا حتى لو فزنا متنازل عموما احنا الحين واحد واحد فزتوا في الاولى احنا فزنا في الثانيه الثالثه الحين فقره انت قهوه كل واحد قهوه اللي عنده يلا بسيم تقهوى اللي عنده كيف اجلس يا بسيم جزاك الله خير انا معرفش ليس من المروءه اني انك تخدمني انا اللي اخدمك لا يا حبيبي عم سمي خبر ازاي والله لا والله انهار ابيض تحت الامر الله يخليك تحت الامر عندك سواليف تو يوم نقول امر وقمر تقول لي قمر طب عندك امر وعندك حاجات حلوه بسيم صب قبيلك يعني بسيم ايه ايوه انت لما بتعمل الشاي في البيت تحطوه كذا في لا ها امال براد في البراد براد يعني ايش براد هو بالمعدن اللي هو ابريق كنا نحط نحط كذا ليه حتى تعال هنبقى يا حتى صارور لا لا عشان هنا نحطه عشان لا يبرد احنا بس شوف يا لا احنا نضرب نشربه احسن احنا عندنا الشاي مش طول ما احنا قاعدين كده ينشرب على طول على طول كوبايه واحده كوبايه واحده وخلص بس صح عندنا حر الان في الرياض شوف الخدمات المقدمه امسك يا سلام هف يا سلام حلو الفقره الثالثه يا شباب حلو ايوه
عايز اتكلم سعودي. في صوره حتطلع على الشاشه يا شباب فريق النمساوي ومع